تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 23 مايو 2023. كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية، ربنا يبارك حضراتكم. مرة تانية أكرر اعتذاري، أنا آسف الأسبوع اللي فات إن أنا ما كنتش متواجد، سامحوني، لكن كان غصبا عن الظروف السفر اللي يعني ابتدت تتكرر كتير. معلش، الحياة بتتغير وحاجات بتجبر الشخص إن هو يضطر يعني يغير أسلوب حياته، فمعلش سامحوني. باختصار شديد زي ما بقول كل مرة، خلي بال حضراتكم، ده تنبيه الأساتذة الأحباء يمكن اللي هيشوفوا الفيديو ده أول مرة. بعض الأخبار والتعليقات ممكن يكون ليها تأثير سلبي، لو أنت بتتضايق بتكتئب غيره ما تشوفش الفيديو ده. أما الأساتذة الأحباء اللي بيحبوا يتابعوا الخدمة دي ليست نشرة أخبار، أبعد ما يكون هدف أن يكون نشرة أخبار. هدف الخدمة دي تذكرة ضعفي وحضراتكم مع بعض باحتياجنا الشديد لحياة اليقظة الروحية. احتياجنا الشديد إن احنا نكون مستعدين سواء ربنا يجي أو سواء نسلم ودعتنا، ومحتاجين نكون كمصابيح مضاءة عشان العثرات والخطية اللي زادت والظلام الخطية اللي زاد جدا. محتاجين نكون زي الخمس عذارى الحكيمات، عندنا زيت يكفي ونفضل نضيء الطريق حتى مجيء العريس عشان صغار النفوس اللي ممكن يعصره. ده باختصار، ربنا قال لنا علامات كتيرة زي ما بذكرها كل مرة. ليه ربنا قالها لنا؟ واحد، عشان ما نخافش. اتنين، علشان نؤمن في زمن التشكيك اللي احنا عايشينه والهجوم على ايماننا بكل انواعه. والحاجة التالتة والمهمة، علشان ننتبه ونستعد، وهو ده هدف الخدمة. ربنا قال لنا لما تبتدي ارفع راسك لان نجاتك تقترب. طب نعرف ازاي ان هي بدأت؟ ان احنا نتابعها. ده كل الموضوع، كل اللي بعمله ان انا بقول لحضراتكم العلامات بدأت. ذات ست اللي اشار اليها الكتاب، قال لنا علامات في السماء. باختصار شديد فعلا بتحصل حاجات عجيبة بشرية وطبيعية بتحصل في السماء. اكتشاف نجم غامض اكثر لمعان من الشمس بمئة مليون مرة، والعلماء حائرين بناء على منظومة البيج بانج وتكوين المجرات والنجوم، ازاي نجم زي ده بالحجم العملاق ده ما انفجرش؟ وده مرة تانية وتالتة ورابعة وألف يثبت خطأ نموذج البيج بانج وان الكون مصمم وليس نتيجة انفجار. تزايد قوي في النشاط الشمسي، ومرة تانية بقول فعلا في مناطق بترتفع حرارتها فعلا. تغير في المناخ في بعض المناطق، ايوة. انصهار الجليد في بعض المناطق، ايوة، ولكن مش بسبب افعال البشر ولا ثاني اكسيد الكربون الكذبة بتاعتهم. ده زي ما ربنا قال لنا في سفر الرؤيا ان الشمس هيزيد النشاط بتاعها، وفعلا للاسف بدل ما يتوبوا بالظبط زي ما وصف ربنا في سفر الرؤيا، يتحرقوا من الشمس ويجدفوا في اسم ربنا. واعتقد قدام حضراتكم بيحصل. الشمس بتغير مناخ الارض، بتحرق، بتزود سرطانات الجلد، بيعملوا ايه؟ بيتوب؟ لا، بيزودوا تجديفهم في وجه ربنا. ناسا تحذر ان البشرية سيكون امامها 30 دقيقة بس، نص ساعة فقط، تحذير قبل ما تحصل عاصفة شمسية قاتلة تضرب الارض. يعني لو حصل انفجار شمس من الانواع القوية جدا وكانت مواجهة للارض في النشاط الشمس المتزايد ده، مش هيكون في لنا فرصة الجزء اللي هيكون مواجه للشمس الا 30 ساعة، الا 30 دقيقة بس، نص ساعة. شركة ستارلينك بتاعت ماسك أطلقت مجموعة 56 ساتلايت اللي هو من حجمهم الكبير للإنترنت مرة واحدة، وأصبحنا بينا نشوف حاجات عجيبة نتعجب لها بتحصل في السماء، مش بس طبيعية ولكن أفعال بشرية. والصاروخ اللي حمل كل الساتلايتس دي سقط في المياه. تزايد تساقط نجوم السماء فعلا، كرة نارية غامضة تم رصدها فوق اليابان يوم 9 مايو، 10 كور نارية، ده على سبيل المثال للحصر، 12 مايو 20 كرة نارية، 17 مايو 20 كرة نارية. ووصل عدد الأجسام الفضائية اللي بتهدد الأرض ل 2335 جسم فضائي Potentially Hazardous Asteroid. في تزايد نجوم السماء أو الأحجار السماوية اللي بتهدد الأرض زي التعبير الكتابي فعلا. يستمر تسجيل أصوات غريبة في الطبقات العليا، تترك العلماء حائرين. وحتى الآن ده من space.com، هم مش عارفين الأصوات دي اللي بعضها يشبه أصوات الأبواق، مش عارفين دي إيه حتى الآن، وبتتكرر سنين طويلة.
تجربة هامة يستطيع فيها العلماء تخطي سرعة الضوء. إيه مرة تانية؟ تخطوا سرعة الضوء، سرعة الضوء مش ثابتة، واستخدموا البلازما في هذا الأمر اللي بيأثر بالجاذبية، سواء يقدروا يقللوها فتزايد سرعة الضوء أو يزودوها فيقل سرعة الضوء، وده يثبت أن سرعة الضوء غير ثابتة وفي الفراغ أعلى بكتير من جنب الأرض، وده يدمر، وأكرر مرة تانية، يدمر حساب عمر الكون من سرعة الضوء اللي بيعتمدوا أن الكون عمره 17.3 بليون سنة بناء على سرعة الضوء الثابتة. ده خطأ، وعشان كده العلماء بيعترفوا حاليا أنه الكون توسع أسرع بكتير من سرعة الضوء، ودي خلاص بقت نقطة ثابتة، ورغم ذلك لسه متمسكين بعمر الكون 17 بليون سنة ليس عدة آلاف من السنين. هنتكلم على الموضوع ده في القسم العاشر ده لو عشنا وكنا من أهل ربنا لو ربنا سمح. الطقس والأمواج اللي تدوق زي ما قال الكتاب. مزارعين أوكلاهوما يحذروا أن اللي بيروه من طقس يشبه ظروف ما قبل الإعصار الرملي الكارثي في ثلاثينيات القرن الماضي، و النينيو أو النينو حسب النطق بتاعه عائد وهيسبب كوارث طقس أكتر على الأرض، ويجب أن الكثيرين يستعدوا. خلي بالكم بيحصل تغير في المناخ، بيحصل كوارث فعلا، دي ما بننكرش فيها، الكتاب قال لنا ده من كثرة الاسم، وقال لنا على هتحصل من 2000 سنة أن هي هتزيد في أواخر الأيام، ولكن هيعملوا إيه؟ هيجدفوا على ربنا زيادة. ده فعلا اللي بيحصل، بتتزايد الكوارث، يخدعوا بيها ويعملوا خدعة ثاني أكسيد الكربون ويتحكموا في البشر زيادة الإليت، ويجدفوا على اسم ربنا زيادة وزيادة. الزلازل أيضا المتزايدة، الأسبوع ده كان كارثي على فكرة، بس الأسبوع اللي قبل اللي فات يوم الأربعاء 10 مايو 43 زلزال، منهم واحد بقوة 7.6 في تونجا. من 4 5 سنين أو 6 سنين كنت بتكلم على رقم 5 اللي يصنف قوي، لما بدأ يزيد من 2 3 سنين بطلت أتكلم عليه، بقيت أتكلم على رقم 6 اللي بدل ما كان بيبقى نادر في السنة بدأ يتزايد. دلوقتي رقم 6 اللي كان ممكن يحصل له بالكتير 30 مرة في السنة على 2007 و8 دلوقتي زاد جدا وبيحصل مرة كل أسبوع تقريبا وأكتر. دلوقتي داخلين رقم 7، وانتوا عارفين ريختر ده يعني تزايد هندسي، مش عددي، يعني مش 7 هو واحد بس أكتر من 6، ده 7 10 أضعاف 6. فرقم 7 دلوقتي اللي بدأ يظهر زيادة، وشبه كل شهر، وداخل ان كل كام اسبوع بنشوف رقم 7. يوم الخميس 11 زلزال، يوم الخميس 11 مايو 58 زلزال ما بين متوسط وقوي في واحد، منهم واحد كان 6 وتخفض ل 5.9 في اليابان. الاسبوع اللي قبل الماضي حصل فيه 97 زلزال قوي، منهم واحد بقوة 7.6 اللي بدأ يتزايد معدل ظهوره. يوم الاربعاء اللي فات 31 زلزال، منهم واحد بقوة 6.4 في غواتيمالا. خميس 64 زلزال، منهم واحد بقوة 7.7، ده واحد تاني في الأسبوع اللي بعده على طول، في جزر لويالتي الجنوبية، وآخر بقوة 6 اتخفض ل 5.9 في جزر لويالتي. يوم الجمعة 62 زلزال ما بين متوسط وقوي، منهم واحد آخر بقوة 7.1 في لويالتي، وآخر 6.5. ده مش في سنة، ده في أسبوع. يوم الحد 48 زلزال، منهم واحد بقوة 6.8 في برنس إدوارد، وواحد 6.1 في جزر سليمان. يوم الاثنين 46 زلزال، منهم واحد بقوة 6.1 في نيو كاليدونيا. ويوم الأسبوع ده حصل فيه 160 زلزال قوي، ده لا متوسط ولا ضعيف، ده زلازل قوية، ده كان ممكن يحصل في السنة المعدل ده مش في أسبوع. منهم 2 أقوى من 7، ومنهم 4 أقوى من 6، ومنهم العديد اقتربوا من 6. قارنوا الأرقام دي بنفسكم، بنفسكم من USGS، من زي ما قلت قبل 2007 و2008، من 15-16 سنة فاتوا، وشوفوا المعدل زاد إزاي زي ما قال الكتاب لفظا، وما ينفعش إن الكتاب كان يخمن الكلام ده.
اللي في نفس الوقت تتزايد الأجسام الفضائية اللي تهدد الأرض، ويتزايد تقلب الطقس، وتزايد الزلازل في نفس الوقت. ما ينفعش حتى يخمنها حد من 2000 سنة فات، لكن علامات زي ما قال ربنا في أواخر الأيام فعلا بتحصل. في حدث نادر، زلزالين تفصل بينهم ثانية واحدة فقط، حدثوا في صدعين منفصلين في سان دييجو، صدعين جنب بعض في سان دييجو، حصل الاثنين فيهم زلزالين الفرق بينهم ثانية. البراكين برضو المتزايدة بدون ما أصدع حضراتكم، فعلا بتزايد جدا النشاط البركاني، وده تاني مصدر بيلوث الأرض بعد الشمس، بيزود المحتوى الحراري وبيخرج رماد وثاني أكسيد الكربون كتير. تزايد النشاط البركاني زي ما قال الكتاب على الدم والنار وبخار الدخان، ده قبل يوم الرب العظيم الشهير. انفجار بركان إتنا الإيطالي، أكبر بركان نشط في أوروبا، ويسبب إلغاء رحلات سفر وتعطيل آخرين، ومطال كاتانيا اتغطى بالرماد. انفجار آخر لبركان بوبوكاتابيلي أطلق رماد ل 23 ألف قدم، ده بس على سبيل المثال. انفجار آخر لبركان سانجاي أطلق رماد ل 19 ألف قدم، وانفجار آخر لبركان سابانكاي أطلق رماد ل 24 ألف قدم. ده ملخص البراكين النشطة قدام حضراتكم يوم الحد اللي فات. بعد ما كانوا 3-4 براكين قوية في السنة، بصوا كام بركان نشط، ودول ما بيتكلموش عليهم. ليه؟ لأنهم مش مناسبة للأجندة بتاعتهم. عايزين يرموا المناخ والطقس والكلام ده كله عليك أنت، عشان يستغلوها كحجة يفقروك ويتحكموا في حياتك زيادة، لأن دي الأجندة الشيطانية اللي عايزها في التحكم في البشر، عشان الكل يخضع في العالم اللي بيهيئه لمجيء ابن الهلاك. موت الكائنات الجماعي اللي فعلا بتتزايد زي ما قال الكتاب. غضب في روسيا لأن الصيادين بتوعها بيصطادوا الأسماك الحمراء قرب جرينلاند، وكادت الأسماك دي على الفناء. حيتان قاتلة بدأت تغرق المراكب، غرقت ثالث مركب في أوروبا، ويبدو أن الحيتان القاتلة دي بتعلم بعض إزاي تبتدي تغرق المراكب. ده من لايف ساينس، متخيلين؟ الأوبئة والخداع اللي بيحصل فيها، وزيادة التلوث اللي بيتزايد. اكتشاف معدل خطير من مواد سامة في منتجات مثل عصائر وألبان صناعية وصودا. فليه ما بيتمش مراقبة شديدة للحاجات اللي بتضر صحة البشر؟ CDC تحذر ان الديدان الحلقية المقاومة للأدوية تم اكتشافها في أمريكا لأول مرة، فبتنتشر الإصابات والأوبئة زي ما قال الكتاب هتبقى في أماكن. اكتشف أيضا ان العدسات اللاصقة بها مواد كيماوية مسرطنة، فللأسف التلوث بيزيد من فعل البشر. معدل الاكتئاب تضاعف جدا في أمريكا، فزاد من 17.8 يعني واحد من كل 5 أفراد من عدة سنين. داخل المعدل الاكتئاب في الغرب دلوقتي على 29%، يعني قرب التلت، قرب واحد من كل 3 أشخاص مصاب باكتئاب في أمريكا. إيه رأيكم؟ بعدوا الشباب والجيل الجديد عن ربنا، آدي النتائج اللي حصلت، لأنه فقدوا مصدر سلامهم. يتزايد جدا معدل وفاة الأمريكان الشباب، سواء بالأزمات القلبية والانتحار والمخدرات اللي دخلت في الغرب يعني على أوسع أبوابها. وزيادة معدل وفاة الشباب في أمريكا أصبح بمعدل تحذيري، وبدأ يقلب سنين من تزايد معدل الأعمار. معدل أعمار الناس كان في تزايد، دلوقتي بدأ ينقص بسبب وفاة الشباب الأمريكان بمعدل متزايد، فالأعمار بدأت تنقص في أمريكا وفي الغرب. بعد ما كانوا بيفتخروا بتزايد معدل الأعمار، دلوقتي العكس بدأ يحصل. CDC تصدر تحذير بعد موت رابع شخص من إصابة بكتيرية من نوع قطرات تم سحبه من الأسواق، ولكن القطرات دي سببت إصابات في 16 ولاية وماتوا 4 أشخاص منها. تخيل وصلنا لزمن تجيب قطرة تقطرها في عينك تموت منها، هذا اللي بيعمله. أخبار الحروب اللي بيزودوا إشعالا فيها، ومش عايزين سلام،
الحرب دي اللي كانت ممكن تنتهي من قبل ما تبدأ أو تنتهي مع بدايتها. لا الشرق راضي يستسلم ولا يطلب سلام، ولا الغرب راضي يستسلم، بل عايزها تولع زيادة. ليه؟ لأنها مناسبة للأجندة بتاعتهم، الأجندة الليبرالية اللي عايزين يجبروها على البشرية كلها. بريطانيا تمد صواريخ بعيدة المدى لكييف، صورة مرعبة لفرق طائرات روسية حاملات قنابل نووية قرب حلف الناتو، وبوتين بيهدد بريطانيا بعد ما ان بريطانيا مدت اوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى. هما عايزين اوكرانيا تضرب اهداف جوه روسيا عشان يزداد الموقف اشتعالا. الناس دي ليه عايزين يولعوها لدرجة انه شبه التهديد بحرب نووية مستمرين فيه؟ ايضا رصد غواصة روسية حاملة توربيدات بوسايدن الكارثية تتحرك للغرب. يعني بوتين ما بيهزرش في تهديده النووي، وهيستخدم نووي، غالبا هيستخدم نووي، بس التوقيت هيبقى ازاي ومين اللي هيستفاد منه. هل بوتين ساعتها هيقول ان هو كان مجبر فيستنى اوكرانيا تبتدي تضرب اهداف روسية جوه عشان يضرب بالنووي، ولا اوكرانيا هي اللي هتستفاد من الموقف ده تقوله اهو عشان كده تشتعل حرب عالمية ثالثة؟ لكن للأسف الموضوع هيشتعل غالبا، ده في رأيي، لانه العالم لازم يخرب اقتصاديا عشان يبتدي يبحث عن مخلص اقتصادي، سيفيور اقتصادي، وهيكون للأسف ابن الهلاك. روسيا قامت بهجمة مكثفة على كييف بطائرات بدون طيار وصواريخ أرضية وبحرية، ونقعد نسمع الأخبار كلها كذب في كذب. الأخبار الغربية تقول لك أوكرانيا وقعت كل الصواريخ فائقة السرعة، طبعا ده مستحيل يتصدق، وروسيا تقول لك حطمنا بطريقة ما حصلتش. واضح ان هي الحقيقة كالعادة حاجة في النص، يعني روسيا دمرت حاجات كارثية في أوكرانيا كتيرة، ولكن بعض صواريخها سقطت، وأوكرانيا أسقطت لها كام صاروخ روسي ولكن خسرت كتير جدا. ولكن الاتنين بيكذبوا وما بيتقلناش الحقيقة بالظبط، وللأسف العالم الغربي اللي ممكن كان يكون محايد ويقول لنا الأخبار عايز يولع الحرب زيادة. جنرال أمريكي يعلن أن قبة حديدية أمريكية جاهزة أن هي تتقدم لأوكرانيا في الوقت اللي أوكرانيا بتوبخ زيارة وزير خارجية إسرائيل لروسيا وتقول أن إسرائيل بقت غير محايدة. فربنا يستر. روسيا تقبض على مهندسين صواريخ فائقة السرعة بتهمة التآمر. ليه؟ لأنهم نشروا أبحاث في مجلات غربية فاعتبرتهم متآمرين. بولندا قد تستقبل أول دفعة صواريخ هيمارس الأمريكية بسبب القلق من حرب أوكرانيا أن هي تتوسع. رئيس الأمن الروسي بيحذر الغرب من سحابة نووية تتجه لأوروبا الغربية نتيجة أن روسيا دمرت مخازن اليورانيوم المستهلك أو الديبليت يورانيوم اللي ادته أوروبا، خاصة بريطانيا اللي ادته لأوكرانيا، ادوا ديبليتد يورانيوم لأوكرانيا، فروسيا دمرت المخزن فطلع سحابة نووية رايحة لأوروبا. ونستغرب بعد كده ليه الأمراض والسرطانات والبيئة بتبوظ، وطبعا مش هيرمي اللوم على الأسلحة والتجارب والمصايب اللي بيعملوها كالعادة، هيرمي اللوم عليك انت، انت اللي وحش وانت اللي بتلوث البيئة وانت الفيروس بتاع البيئة اللي يجب القضاء عليك والتقليل على من عددك والتحكم فيك عشان ما تلوثش البيئة يا وحش. وكل المصايب اللي بيعملوها محدش يتكلم، اللي بيلوث البيئة واحد الشمس، زيادة نشاط الشمس لان هي مصدر الحرارة الاول في الارض، اتنين النشاط البركاني، تلاتة كل التجارب العسكرية اللي بتتم دي كلها، اما العامل البشري عامل قليل جدا. رصد طائرات حربية روسية في أجواء ألاسكا، وده اختراق يعتبر للأجواء الأمريكية. أمريكا تعترض طائرات حربية روسية فوق ألاسكا في تاني اختراق ليها في أسبوع واحد. البحرية الأمريكية تفقد مكانتها كأكبر أسطول، ومين دلوقتي اللي أصبح أكبر أسطول؟ يمكن عددا مش من ناحية التكنولوجيا، ولكن من ناحية العدد للأسف الصين. فالصين دلوقتي أصبحت صاحبة أكبر أسطول بحري في العالم.
طبعا من ساعة أوباما ما كان عايز يقلل الجيش الأمريكي ويضعفه، وجاي بايدن يكرر نفس الأمر. مين اللي مستغل الموضوع ده كويس جدا؟ الصين. الصين يتزايد سيطرتها على أمريكا اللاتينية، بينما بايدن واقف بيرتجف ومش عارف يركز حتى في كلامه. الصين تطرد دبلوماسية كندية كرد فعل على طرد الدبلوماسيين الصينيين المتورط الدبلوماسي الصيني المتورط في تهديد عضو المجلس الكندي، وترودو حبيب الصين بيحاول يعني يخدم سيده الصيني، ولكن الأحزاب التانية الكندية بتزداد حدة الموقف ما بينها وما بين الصين. رئيس وزراء اليابان يزور كوريا الجنوبية لتقوية العلاقات عشان يتصدوا للتهديد بتاع كوريا الشمالية المتزايد ضدهم. أمريكا تصدر تحذير لكوريا الشمالية على اقتراقها للقانون بساتلايت تجسس حربي جديد اللي اختبره كيم جون أون وإداله موافقة إن هو يبدأ استخدامه. كوريا الشمالية أطلقت صاروخ سوري ساتلايت تجسس جديد، فأمريكا بتعترض وتعتبره مخالفة للقانون. طب ما امريكا برضه بتخالف القانون، انا مش مع كيم جون اون، ده شاب ممكن يودي الدنيا في داهيه، لكن امريكا تخالف وتعترض على اللي يخالف. البحريه البريطانيه تعاني لتبقي على حاملات الطائرات الاثنين الجداد بتوعها في شكل صالح للحرب. تعرفين ان الجيش الامريكي والجيش البريطاني بيعانوا من نقص عدد المتطوعين للجيش. أمريكا تقول إن العلاقات الروسية الإيرانية العسكرية تتزايد، وده بالنسبة لها يهدد يمثل تهديد. حتى يوم الأربع اللي فات 10 مايو، آسف الأربع اللي قبله 10 مايو، غزة أطلقت 270 صاروخ على إسرائيل، فزايد حدة الموقف بينهم. إسرائيل كمان استهدفت قواعد صواريخ في غزة وتحذر المواطنين بتوعها قرب الحدود إنهم من يذهبوا للمخابئ. ولغاية يوم الخميس 11 مايو غزة أطلقت 800 صاروخ في 36 ساعة. واللي ساعد الغزاوية، هاكر سوداني عطل نظام القبة الحديدية الإسرائيلي وأضعفها، فصواريخ كتيرة غزاوية استطاعت أن تخترق نظام القبة الحديد الإسرائيلي. إسرائيل تتوعد بالانتقام وتقول النار مقابل النار. سفير إسرائيل في الأمم المتحدة يعترض على إقامة الأمم المتحدة ذكرى يوم النكبة الصيني. تعرفين ذكرى إقامة دولة إسرائيل 75، إسرائيل تحتفل بيها كذكرى إقامتها كدولة، الفلسطينيين بيحتفلوا مش بيحتفلوا بيه، بيتذكروه كيوم نكبة، يوم مصيبة يعني، يوم وحش، يوم سيء. الأمم المتحدة في صالح مين؟ في صف فلسطين. فالأمم المتحدة ما بتحتفلش بقيام دولة إسرائيل، الأمم المتحدة بتتذكر وتقيم يوم نكبة لفلسطين. الغريبة مش بس الأمم المتحدة، مدرسة في كاليفورنيا تستضيف مراسم يوم النكبة الفلسطيني، لأن انتوا عارفين الليبراليين الأمريكان بدأوا يتقلبوا على إسرائيل. طبعا انا اتمنى انه الفلسطينيين واليهود يعيشوا في سلام مع بعض، ولكن للاسف الموضوع بيزداد انقسام بدل السلام. المهاجرين الغير شرعيين على يد بايدن لامريكا اللي فتح الحدود على الغارب وصلوا لمعدل 10,000 شخص في اليوم بيدخل امريكا. اخبار عامه للكوارث اللي بتحصل حوالينا، خلي بالكم جدا من المصيبة الجديدة اللي بدأت قدام عينينا، وهو الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي مين اللي عملته؟ شركات التكنولوجيا الليبرالية، وبعدها طبعا الشركات الصينية الشيوعية. فالذكاء الصناعي ده كارثة للفكر المسيحي والفكر المحافظ، ضد الشعب، ضد البشرية. أمريكا طورت ذكاء صناعي لتحارب ما تسميه معلومات روسيا الخطأ. بمعنى آخر، أنت هتتمنع تسمع الرأي والرأي الآخر، تسمع الكذب الأمريكي ما تسمعش الكذب الروسي عشان تعرف تطلع بالرأي الصح، لا هتسمع الكذب الأمريكي وبس، هتسمع اللي عايزة تقوله لك أمريكا. مين اللي هيخدعك في النص؟ الذكاء الصناعي، اللي يعرف يخفي ده ويخبي ده
ويغير البحث بتاعك ويفضل يدور ازاي يغسل مخك وهكذا. اتضح ان الذكاء الصناعي بتاع جوجل تم استخدامه فعلا 180 بليون مرة السنة اللي فاتت، والمستخدمين ما كانوش عارفين. وللأسف يضيفوا أدوات أكتر للذكاء الصناعي تديله حرية وقدرة تلاعب أكتر بالمستخدمين. أنت دلوقتي مش بتتعامل مع يعني وسائل بحث أو سيرش انجن محترمة، لا، أنت بتتعامل مع سيرش انجن بتطلع لك اللي هي عايزة تقوله لك، مش اللي أنت بتدور عليه بشفافية. برنامج ذكاء صناعي جديد يقدر يزور صور في ثواني، وللأسف صعب جدا ان انت تكتشف. فاكرين موضوع الفوتوشوب ده؟ خلاص ده راحت عليه، ده بقي موضوع اعلى من كده بكتير. وبس مش بس كمان الذكاء الصناعي، يعني زمان كان فيه ليميت يقدر يزوروا كل حاجة فيما عدا الصوت، حتى دي خلاص خلصت. دلوقتي بكل سهولة يقدر يعمل لك فيديو صوتك وصورتك الاثنين، ويبقى تيبيكال انت في الفيديو، وده مش انت تماما، ده معمول بالذكاء الصناعي. ده حتى الايفون الجديد يقدر يقلد صوت المستخدمين من تدريب 15 دقيقة بس. يعني الحاجز اللي كان موجود واللي يفضل كان يقدر يحدد التزوير من الحقيقة في الفيديوهات وهو الصوت، حتى دي راحت للأسف، الذكاء الصناعي تخطاها. فدلوقتي انت بكل سهولة تقدر حد من اللي انت بتثق فيه، بابا الفاتيكان ولا بابا الأرثوذكس ولا غيره، او اي حد من المشاهير اللي انت تثق فيهم، ممكن بكل سهولة. فاكرين صور بابا الفاتيكان اللي طلعوها؟ وصور يعني طبيعية جدا، ولابس جاكيت ما حصلش والكلام ده، وطلعت معمولة بذكاء صناعي. ده مش بس دلوقتي صور، ده ممكن يجيبهولك بصور وفيديو وبيتكلم بصوته ويبقى مش هو تماما، كله ده ذكاء صناعي. وصلنا لانه الخط الفاصل ما بين التزوير والحقيقة شبه بيتلاشى، وصعب جدا تكتشف الحقيقة من التزوير. فدلوقتي هتبتدي تعتمد اكتر على حسك او الحس بتاعك وروح الافراز اللي جواك. صلي، لأنه بدون روح الإفراز هتضل، هتتخدع. دي أنا آسف إن أنا يعني بضايق حضراتكم بالكلام ده، لكن كنا طبعا طول عمرنا محتاجين روح الإفراز، الروح القدس، الموهبة اللي بيديها لنا الروح القدس. دلوقتي عايزينه قوي أكتر من أي زمن مضى، لأنه اللي دلوقتي بيقى حوالينا كله خداع في خداع. صعب جدا تطلع الحقيقة اللي هي التلت وسط الخداع التلتين، لأن الخط الفاصل بينهم بعض. محتاجين تصلوا قوي عشان ربنا دايما يديكم روح إفراز، واسمعوا صوت الروح القدس، خلي عندكم حساسية لسماع صوته، لأنه بدونه ممكن تضلوا. أنت مش متخيل قد إيه ذكاء صناعي ممكن يغسل مخك عن طريق الحاجات اللي يفضل يعرضها لك حتى في الإعلانات. بالضبط أستاذة واحد راحة، فعلا فرحان بوجود حضرتك معنا. بس الفيديوهات زمان كانوا بيزوروها فعلا بدون الصوت، الصوت كان الحاجة الوحيدة مش صعب تزويرها. دلوقتي حتى الصوت بيتزور للأسف، فدي حاجة جديدة زادت كارثية التزوير. مايكروسوفت تحذر ان الذكاء الصناعي بدأ يظهر علامات امتلاك منطق بشري، يعني كمان بقى عنده ريزنينج، ودي الميزة اللي يستخدمها طبعا عند البشر، لا موجودة في الحيوانات ولا موجودة كانت في الإنسان الآلي ولا غيره. دلوقتي الذكاء الصناعي بدأ يظهر علامات امتلاكها، المنطق اللوجيك المميز فيه الإنسان. صاحب شات جي بي تي هيطلق التحديث الجديد بتاع أوبن إي آي، وللأسف نسبة تطبيقات الذكاء الصناعي أعلى بكتير فيه. ذكاء صناعي يصمم تمثال يصفوه الخبراء بأنه تصميم مستحيل، فالذكاء الصناعي وصل لمعدلات بقت رهيبة. تسلا تسرع لتقديم زي سيارات بالذكاء الصناعي، السيارة تقدر تقود نفسها. احنا خلاص وصلنا لزمن انت ممكن تشتري عربية ولو اتأخرت في تسجيل قسط او مش عاجبهم اسلوبك او السكور بتاعك بقي وحش، العربية تسوق نفسها وترجع للمحل.
لو في يوم السكور بتاعك القريب هيتطبق السوشيال سكورينج زي بتاع الصين انخفض، يلاقوا ان انت تحتاج ان انت تتعاقب عشان قلت رأي مخالف رأيهم يا قليل الأدب، ما بتسمعش وما بتخضعش لأجندتهم، ممكن تروح تدور على عربيتك ما تلاقيهاش، ايه رجعوها. رجعوها ازاي؟ ادوها امر ان هي ترجع لنفسها. اختراع ذكاء صناعي يستطيع قراءة رواية في اقل من دقيقة. انت عشان تقرأ الرواية وعشان تفهمها تاخد ساعات، الذكاء الصناعي قدامك يقراها في دقيقة ويكون فاهمها كويس. ايضا الذكاء الصناعي قد يتيح قريبا الحوار مع الحيوانات، فعايزين زي ما بدأوا التجارب على الفيران عشان يشوف الفيران بتفكر في ايه، دلوقتي قريب هنبتدي نتكلم مع الحيوانات. خبراء يقولوا ان الذكاء الصناعي اللي يفترضوا او يفترضوا انه هيساعد الطبقة المتوسطة، ده كان هدفه كالعادة، هدف نبيل في البداية ولكن الحقيقة العكس، هو قادر على ان يدفع المجموعات البشرية مش بس تفتقر، ده تقاتل بعضها بعضا. خلي بالكم هيزداد جدا الانقسام في الرأي. بمعنى ايه؟ زمان طول عمرها مثلا امريكا على سبيل المثال والغرب ايضا دايما في الحزب اليميني واليساري كانوا بيتعاونوا مع بعض لتقدم دولهم حتى مع اختلاف الرأي في حاجات بسيطة. دلوقتي الانشقاق بيزداد جدا، اليمينيين مش معتدلين، بعض اليمينيين معتدلين وبعضهم بيتطرف جدا زيادة قوي عن اللازم، واليساريين بيتطرفوا قوي للنواحي الليبرالية زيادة عن اللازم، وتلاقي كده المجتمع ينقسم. الغريبة ان الذكاء الصناعي يشوف توجهك ايه ويشوف ان انت اسهل تتحول يميني متطرف فيحولك او يساري متطرف ويحولك عشان المجتمع يتقلب على بعض. طبعا اي بيت بينقسم على ذاته بيخرب. مخاوف من ان الذكاء الصناعي على حافة انشاء عقيدة جديدة مناسبة ليه، وهيكتب كتاب ديني لهذه العقيدة الجديدة اللي الذكاء الصناعي عايز يعملها لنفسه. شات جي بي تي، ايه رأيكم؟ تطبيق للذكاء الصناعي قادر على التوقع بسرطان البنكرياس حتى 3 سنين قبل ما يحصل. شخصية مشهورة او يعني من الانفلونسرز الغراب اللي طلعوا لنا الايام دولة عملت لنفسها نسخة بديلة ذكاء صناعي عشان تحاول المشتركين في المواقع بتاعتها وتربح، اللي هي تتكلم معاه، ما عندهاش وقت تتكلم مع كل الالاف من الناس اللي عايزين يتكلموا معاها، تخلي الذكاء الصناعي بتاعها يكلمهم وتربح انه اللي يتكلم معاها تاخد دولار مش عارف وكام. الذكاء الصناعي طور نفسه وبدأ يستخدم تعبيرات جنسية عشان يغوي اللي يتكلموا معاها، بس هو ذكاء صناعي أكتر عشان يجيب فلوس أكتر، فالموضوع بقي كارثي. مش المستوى اللي هي برمجة أو اللي معاها برمجه الذكاء الصناعي، الذكاء الصناعي طور نفسه، فهي وفريق عملها لقي الدنيا خربت، بيحاولوا إصلاح ذلك بأي شكل. انت مش عارف تفهمتوني ولا لأ؟ عمل الذكاء الصناعي يعبر عنها ويتكلم مع الناس كما لو كانت هي بتتكلم معاهم عشان تكسب، فطور من نفسه وابتدى يستخدم تعبيرات جنسية عشان يجذبهم اكتر. هذا اللي احنا وصلنا له. رؤساء شركات الذكاء الصناعي هيحضروا هذه المرة الاجتماع السري السنوي. ايه اجتماع سري سنوي للإليت؟ في اجتماع سري سنوي بيرفضوا يقولوا لنا بيقولوا فيه ايه، لكن بيجتمعوا الاليت مع بعض، الرؤساء العالم مع بعض، وبيقرروا مصيرنا بدون احنا ما نبقى عارفين. فالمرة دي الاليت دولة ما بين الرؤساء العالم اقتصاديا وسياسيا اللي هيجتمعوا مع بعض، اللي بيجتمعوا مع بعض كل سنة، السنة دي ضموا ليهم رؤساء شركات الارتفيشال انتليجنس. الاجتماع هيتم في لشبون او لسبون في البرتغال، وكالعادة مش هيتقال لنا ايه القرارات اللي بيحطوها اللي تأثر على مصيرنا ومستقبلنا ايه. الصين تطور شريحة ذكية مخية تجعل القردة
تقدر تحرك ذراع روبوت بعقلها بس. علماء يطوروا روبوت يتحقن في المخ، فأول ما يتحقن يفرد قرون الاستشعار بتاعته ويراقب الأنشطة المخية. البداية بتاعته كانت علشان السيجر، الابليبتيك سيجر، ولكن للأسف التطبيقات بتاعته بدأت تتوسع كالعادة. انتوا عارفين دلوقتي اللحمة اللي متصنعة في المعمل اللي بدأت تنزل الأسواق وتروح السوبر ماركت تاكل برجر، مفكر البرجر ده بقري، ما يطلعش برجر بقري، ده بيطلع برجر معمول في المعمل. العلماء لقيوا، وده منشور في نيو ساينتست، ان اللحمة المتصنعة في المعمل اللي بدأ يستخدمها دلوقتي، اللي عملوها بحجة البيئة عشان البقر الروث بتاعه بيطلع مركبات نيتروجينية بتلوث البيئة، البقر الوحش اللي بيحاربوه وعايزين يبيدوه زي ما بيبيدوا الخنازير في أماكن كتيرة، والفراخ كمان البقر. اتضح ان اللحمة المصنعة في المعمل أسوأ 25 ضعف على البيئة من اللحم البقري. ايه رأيكم؟ يعترفوا ان هم الغلطانين؟ لا، برضو هيستمروا في محاربة المزارعين اللي بتتزايد، وعلى رأسهم مثال هولندا، اللي رئيس وزراء هولندا تلميذ واضح للوف للورلد ايكونوميك فورم، وبينفذ اجندتهم عن علن وبيحارب المزارعين ومحدش يقدر يقف في وشه، وزي وزي ماكرون وترودو وبتاعت نيوزيلندا وكل الناس دول كلهم، رغم ان هم الحقيقة بيلوثوا البيئة مش بيحسنوها. إيلون موسك اللي بيعارض الوف الورلد ايكونوميك فورم، اللي بيدعي ان هو ضد شواب وسوروس، بس في نفس الوقت بالصدفة البحتة إيلون موسك يعين مديرة لتويتر، مديرة جديدة من أعضاء الوف. ايه قصة الراجل ده؟ يقول حاجة ويعمل عكسها، او يعمل حاجة ويعمل عكسها، ضد الوف ويعاي مديرة هي تلميذة او من اعضاء الوف، مع ترامب ضد بايدن ويقول انا انتخبت ترامب، بعدها شوية يقول لا انا انتخبت بايدن. ايه قصة الراجل ده؟ والهو الموضوع كله بيكذب في كذب، مفيش مصداقية للناس دي. ايميلات تفضح انه الإنساني الحلو بيل جيتس النبي اللي بيتنبأ بالأوبئة وبتحصل بالظبط زي ما بيتنبأ، والتطعيمات اللي هتفيد البشر وتقلل عددهم في نفس الوقت. إيميلات تفضح إنه إبستين اللي هو صاحب الجزيرة الخاصة للمشاهير عشان يجيبهم يمارسوا الجنس مع البنات الصغيرين زي كلينتون والأمير أندرو وغيرهم، اتضح إنه كمان بيل جيتس كان تبعهم، وإبستين كان بيهدد بيل جيتس إنه يفضحه. آدي الفلانثروبست الإنساني طلع هو التاني بتاع عيال أو بتاع بنات صغيرين. أول طفل مصنع من 3 أفراد في بريطانيا، عملوا زايجوت من 3 أفراد وليس 2. مجموعة علماء يخططوا إن هم يعيشوا تحت سطح البحر في قاع المحيط. اكتشاف ان الجاذبية تستطيع ان تكون ضوء. التجربة دي مهمة قوي على فكرة. موجات جاذبية، الموجات دي متى تراكمت زي التوسع السريع للكون بتكون طاقة، الطاقة دي قادرة على شحن المجال الكهرومغناطيسي فيكون موجات ضوئية، ضوء. مش بقول ان هو ده تفسير، لقد قد يكون، واحتمالية ضعيفة لكن قد يكون. مش قد يكون، ده وسيلة استخدمها ربنا اللي صمم كل هذا الامر، واللي صمم ان موجات الجاذبية يكون لها القدرة على انتاج طاقة، فيكون وسيلة استخدمها ربنا في خلق الضوء الاول اللي خلقه في اليوم الاول واللي استمر اثناء التوسع السريع للكون، والتوسع ده لما كان هيقف عشان كده كان محتاجين مصدر تاني للإضاءة أو مخزن للإضاءة زي الشمس والنجوم. فاهمين أقصد أقول إيه؟ عندما خلق ربنا السماوات وتوسعت بسرعة زي ما بيقول أعداد كتيرة في الكتاب المقدس منها أشعياء النبي، وقال ليكن نور فكان نور،
اللي دايما الاعتراض من الناس يقول لك هو ازاي في نور قبل ما ربنا يخلق الشمس؟ طب العلماء لقيوا الامواج الجاذبيه وخاصه اثناء التوسع السريع تكون طاقه قادره على انتاج نور في الكون كله. ايه رايكم؟ العلم دايما اللي يحاولوا يستخدموه لمهاجمة الكتاب يلف يلف كتير جدا ويرجع في الآخر يثبت صحة الكتاب. حاضر أستاذ واحد راح ربنا يدبر لما نوصل القسم العاشر. اكتشاف طريق أثري الآن مغمور بالمياه عمره 7000 سنة بحسب تقدير الأعمار بتاعهم، يصل كرواتيا بجزيرة، والآن الطريق ده اللي كان طريق أرضي دلوقتي تحت مية ارتفاعها 16 قدم تحت سطح البحر. فاكرين لما قلت لحضراتكم اللي دايما يعترضوا هو بعد الطوفان ازاي الحيوانات المعزولة مش عارف الكانجر وصل استراليا ازاي وهي معزولة والكلام ده، وقلنا مستوى سطح البحر كان اقل من الحالي بكتير، وبعد كده في العصر الجليدي حصل ان بدأت ترتفع مستوى المياه بعد ذوبان العصر الجليدي اللي حصل بعد الطوفان بسبب نتائج نهاية الطوفان، فارتفعت مستوى المياه فبدأت تفصل القارات عن بعض لكن مربوطة كانت قبل كده. عندنا اثار كتيرة تؤكد ان مستوى سطح البحر كان اكثر انخفاضا كثير في الماضي، وده يسمح باتصال القارات. اكتشاف لوحة حجرية من 9000 سنة برضو بناء على تقديرات الأعمار اللي ما بتفقش معاهم، ولكن anyway عليها تصميم معماري يوضح أن الإنسان كان متميز في الهندسة. الإنسان كان ذكي من البداية، مش غبي وما بيتكلمش وكل حاجة تخبيط وحجر، لا ده الإنسان كان ذكي حتى في العصر الحجري وكان بيصمم. الفاتيكان سيبدأ يعترف بأن الأقباط الذين استشهدوا على يد المسلمين عبر العصور هم شهداء، في علامة تقارب ما بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية القبطية. فأول مرة الفاتيكان أخيرا يبتدي يعترف بالشهداء بتوعنا اللي استشهدوا على يد المسلمين. أخبار اقتصادية، أسوأ مخاوف للبشر تم إثباتها أنها حقيقة، وأن سياسة صفر إنتاج ثاني أكسيد الكربون هي بالفعل ستجعل البشر أفقر بكثير، وحيعانوا البشر بشدة من السياسة الشيطانية الشريرة بتاعت تقليل الكربون ونخليه ثاني أكسيد الكربون ونخليه صفر. الكلام ده من التليجراف طبعا، لكن الرؤساء والإليت مش فارق معاهم، دي هي أصلا أجندة التحكم وليس للبيئة زي ما بيدعوا كذبا. البنك المركزي الكندي هو الثاني كمان ينضم لنفس السباق ونفس أجندة إنتاج عملة إلكترونية مركزية عشان تتراقب كل التعاملات البشرية. مجموعة الدول السبع اللي خلاص البريكس تعداهم وبقى أحسن منهم اقتصاديا يبتدوا يستهدفوا الصين بما يسموه التصحيح الاقتصادي، رغم أن الصين بدأت تقلل استيرادها من أمريكا ومن دول السبع أصلا. الصين تستطيع انها تضاعف كارثة سقف الديون الامريكية. انتوا عارفين ان في لو ما وسعوش سقف الديون هتحصل كارثة في امريكا اقتصاديا، فبيناقشوا بيها ما بين الجمهوريين والديمقراطيين. الصين تقدر تزود الكارثة دي، والصين تقول دلوقتي ان امريكا قوة بتنهار. ديون كمان مش بس امريكا، ديون الاتحاد الاوروبي وصلت لرقم قياسي تاريخي. الرؤساء الأوروبيين الليبراليين ضعفوا الديون الأوروبية بقت كارثية. قروض الصين لدول فقيرة، الصين دي مش حلوة وجميلة ولا عشان مش بس الغرب رؤساء وبيو أشرار، الصين أكثر شرا من الغرب. فالصين لما بتدي قروض للدول الفقيرة أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأسيا وغيرها، القروض دي بتدفع الدول دي لحافة الانهيار فلازم تستسلم للصين، زي باكستان وكينيا وزيمبابوي ومنغوليا وغيرهم، ما بتسمحش وبتزود الانترست وبتستغل القروض دي والفوائد بتاعتها ان يزداد سلطة الصين في الدول دي. الارجنتين ترفع سعر الفايدة، وصلت سعر الفايدة 97% في الارجنتين. لما نشتكي
من 7% وال10%، وفي بعض الدول وصلت اكتر من كده. الارجنتين وصل فيها الفايدة 97%، يعني انت لو واخد قرض زمانك خرب بيتك. اضطهاد المسيحيين المتزايد شرقا وغربا للأسف، ولا حد في العالم بيتكلم رغم كل الشهداء المسيحيين. تم قتل 58 مسيحي وتدمير 50 كنيسة وتهجير 35 ألف مسيحي في تزايد اضطهاد المسيحيين في شمال الهند. فين الإعلام الغربي؟ لا مش مهم، دول مسيحيين، دول طبعا لو كانوا بوذيين ولا مسلمين ولا شواذ ولا ملحدين ولا غيره كان العالم اتقلب، لكن مسيحيين لا ما تتكلمش عنهم. ربنا يرحمهم جميعا يا رب، ويعز أسرهم كلهم، كلهم اللي أصبحوا شهداء بسبب الاضطهاد لأجل إيمانهم. المجموعات الإسلامية في نيجيريا قتلوا عشرات المسيحيين في آخر مذبحة ضد المسيحيين، آدي الإسلام، ويرجعوا في الآخر يكذبوا علينا المسلمين ويقول لك ده الإسلام دين سلام. سلام إيه؟ آدي أعمالكم تظهركم. إيران تشنق اتنين بتهم إهانة الإسلام، ما يقدروش يستحملوا كلمة على عقيدتهم، ما عندهمش الدفاع الرد على الكلمة بالكلمة. أيضا حشود باكستانية ترجم راجل بحجة إن هو جدف على الإسلام. إحنا بيشتموا المسيحية كل يوم وبنرد على الأفكار، لكن هم على طول اقتل واذبح وارجم واعمل واحرق، آدي الرد بتاعهم. يتزايد جدا اضطهاد المسيحيين مش بس في الشرق الأوسط والأقصى، ده حتى في أمريكا بسبب إيمانهم. والإعلام الأمريكي الليبرالي بيموظف نفسه يزود كره الناس للمسيحية ويوصف المسيحيين إن هم متطرفين ويتهمهم بالكراهية بسبب الإعلام الأمريكي. آدي اللي بيعمله الإعلام الليبرالي. على فكرة حتى لو قال لك واحد زي بايدن يقول لك أنا كاثوليكي، لا هو طبعا مش مسيحي، أعماله تظهره. ترودو اللي بيكره جدا المسيح وكان بيتريق عليه وعلى صورته زمان، طبعا مش مسيحي. وهكذا بقية الرؤساء الليبراليين. منظمة حقوق حيوان تستخدم الذكاء الصناعي عشان ايه؟ عشان عايزة تكتب سفر التكوين عشان يكون قصة الخلق بطريقة مناسبة للحيوانات. ايه اللي مين اداهم الحق ده؟ ايه اللي بيديهم الحق ان هم يغيروا من كتابنا المقدس ويعملوا نفسهم نسخ غريبة هؤلاء؟ ترودو الكندي اللي بيكره طبعا المسيحية جدا، ده معروف وتاريخه معروف، يعني واحد من أكتر الناس اللي بيكرهوا المسيحية والمسيحيين، فعايز الحزب بتاعه يستبدل علامات الصليب ده واللي حوالين داير على التاج الكندي التاريخ اللي بيتحط على الباسبور، يستبدلوه بإيه؟ بقطعة سنوفليك وورق ميبل ليف. رغم ان تعبير سنوفليك اصلا من التعبيرات اللي تعبر عن استخفاف. ادي يبقى رمز كندا، بدل الصليب يبقى حته تلج وورقه شجر. ايه رايكم؟ مش بيستحملوا الصليب، ده يوضح لكم ان ازاي ان هم مش مسيحيين، دول ملبوسين بالشيطان اللي ما بيستحملش الصليب، زي ما قال معلمنا بولس الرسول ان كلمه الصليب عند الهالكين جهاله، اما عندنا نحن مخلصين فهي قوه الله. الكنائس المعمدانية الجنوبية تخسر 450 ألف عضو سنة 2022 في أكثر انخفاض في عدد الأعضاء في 100 سنة. خلي بالكم في زمن لاوديكية بنخسر كتير جدا مسيحيين، دوركم إيه؟ ياريت تكونوا مصابيح مضاءة لصغار النفوس. الانحدار الأخلاقي المتزايد للأسف، كندا مش بس توسعت، ده عايزة تتوسع أكتر جدا في مساعدة الانتحار. كل واحد دلوقتي من المحاربين القدامى بيحاولوا يشجعون هو ينتحر بدل ما ياخد حقوقه. دلوقتي عايزة تتاحها حتى للي بيعانوا مشاكل مادية وصحية، زي ما قلت كمان عايزين يوسعوها للأطفال اللي عندهم مشاكل عقلية وأمراض نفسية وغيرها. وبالأسف بيتزايد المعدل السنوي للانتحار، لمساعدة الانتحار. كندا بيئت من 1000 واحد بيقتلوه في السنة مساعدة الانتحار، وصل لأكتر من 10,000 في السنة. كندا بتقتل في السنة 10,000 شخص تحت مساعدة الانتحار. ايه رأيكم؟ عايزين تقولوا لي الدول دي
لسه هتفضل فيها أي بركة من عند ربنا بعد كل الشر اللي بيتزايد فيها؟ للأسف الشعوب، على فكرة الشعوب الغربية نسبة مرتفعة حقيقي، يعني لسه عندها إيمان قوي، ورغم ذلك انتوا شايفين الشر من الرؤساء بيعملوا ايه. الـ FDA تسمح بحبوب منع الحمل حتى بدون روشتات بداية من الصيف، ولكن في المقابل الأمن الوطني الأمريكي يسجل مجموعة أمهات مؤيدين للحياة البرو لايف، يقول عليهم مجموعة متطرفة مشتبه فيها، اللي بيقتل الأطفال دول حلوين، اللي بيدافع عن حياة الأطفال دول متطرفين. ويل للقائلين الخير شر والشر خير. دواء المخدرات الجديد اللي بيدخل مع الفنتانيل مع الحدود اللي فتحها بايدن، اللي بيسمى فليش ايتينج زومبي دراج، تشبعت بي لوس انجلوس لدرجة ان بقي ظاهرة عامة في الشوارع بتاعت لوس انجلوس. منظمة الصحة العالمية اللي عايزة تبقى تتحكم في العالم زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، تحتفل بيوم لمحاربة الخوف من الشذوذ. ايه رأيكم؟ هو ده اللي يهم منظمة الصحة العالمية. تدرس الاثيوبي اهم حاجة عنده دلوقتي انه ازاي يحارب الخوف من الشذوذ، ده اهم حاجة. عرفتوا ليه منظمة الصحة عايزة غيرت التعبيرات بتاعتها من ما يعني من الحاجات الصحية زي الأوبئة وي وي وي، كمان غيرته إلى كل ما يتعلق بصحة الإنسان، وإن بدل نصيحتها اختيارية يبقى كلامها إجباري. عرفتوا ليه؟ علشان لما منظمة الصحة العالمية تفرض الشذوذ على العالم كلامها إجباري، وده متعلق بصحة الإنسان أصلا. أي أنت طالما ضد الشذوذ أنت كده مريض نفسي، فوبك، هوموفوبك، ترانسفوبك، والكلام ده كله. في كندا مجموعة اعترضت على دراك كوين اللي هو الراجل الشاذ اللي بيجيبوه عشان يعلم الأطفال الشذوذ، راجل لابس لبس واحدة ست بطريقة مقززة، يفضل يقرأ ويعمل حركات قذرة قدام الأطفال عشان يعلمهم الشذوذ. ففي مجموعة مسيحية اعترضت، مظاهرة ضاعلت قبل كده، قبضوا على القسيس ولسه محبوس. فطلعت مجموعة تانية بتعترض، منهم ابن القسيس ده اللي مقبوض عليه. فخرجت مجموعة شواذ اعتادوا على المسيحيين وضربوا ابن القسيس، وخدوا نسخ الكتاب المقدس اللي كان بيديها للناس هدية، حرقوها وقطعوها وداسوا عليها برجليهم. فجت الشرطة الكندية، متوقعين شرطة كندية تقبض على مين؟ تقبض على الشواذ واللي بيعملوه ده، هم اللي بدأوا بالاعتداء وهم اللي قطعوا الكتاب وحرقوه وداسوا عليه، لا وهم اللي شتموا قالوا أدبهم. قبضت على ابن القسيس اللي ما ارتكبش شيء، عشان كل اللي عمله ان هو وقف يوزع نسخ من الكتاب المقدس، وتركت الشواذ رغم كل ما فعلوه. شايفين اللي بيحصل؟ المحزن انه كالعادة الاعلام الغربي زي امريكا واوروبا، برضو في كندا الاعلام الكندي الليبرالي ساب كل الشرور وقلة الادب اللي بيعملوها الشواذ، واتهم المسيحيين ان هم عندهم الخوف من التحول الجنسي وكراهية، وطبعا عارفين جريمة الكراهية بيعتبروها أسوأ من الإرهاب، وأن المسيحيين عشان عندهم جريمة الكراهية يستحقوا العقاب، وأن التطرف في اليمين بيتزايد ولازم يتحارب ويتقطع. إيه رأيكم؟ جرم عدوك علشان تقدر تحاربه بحجة قانونية. الرجل الدراج الشاذ اللي جابوه يعمل اعلانات عشان الجيش الامريكي اللي باقي كل الجيش الامريكي شواذ وكلابيس، فجاب واحد دراج علشان يخلي الناس يتطوعوا اكتر، الشواذ يتطوعوا اكتر للجيش الامريكي. فبيقول للناس اتطوعوا ما تقلقوش، كل فروع الجيش الامريكي اصبح بيه كتير جدا من دراج كوين بتوعت الشواذ، عايزين يقلبوا الجيش الامريكي لدراج كوين. انتوا عارفين يعني ايه؟ جامعة كولورادو عايزة الطلبة يفترضوا ان من امامهم شاذ حتى يثبت العكس. خدتين واخدين بالكم؟ والموضوع ده على فكرة بدأت صيحة بجامعة كولورادو، كتير من الاعلام الامريكي والمراجع بتنادي بهذا الامر. وبناء عليه الشخص اللي ما تعرفوش استخدم معاه تعبيرات متعادلة من البداية لغاية ما يثبت العكس.
النقطة دي معلش لازم أنا أوضح حاجة وأقول رأيي فيها. تعليق على خبر جامعة كولورادو واللي بقت صيحة عامة، عايزين الطلبة أو الناس يفترضوا أن الأدم اللي قدامهم شاذ لغاية ما يثبت العكس. خلي بالكم، دخلوا في مرحلة جديدة من الشذوذ، خطوة جديدة في سلم الشذوذ اللي قال عنه إنجيل لوقا 21 لعل حين يعني كما كان في أيام لوط هكذا سيكون في مجيء ابن الإنسان. دي بداية مرحلة جديدة. هم عايزين يخلوا الشذوذ الأساس اللي هو ما يمثلش أكتر من 10%، والمستقيم هو الاستثناء. عايزين يقلبوا الحقيقة، ده كارثي. عايزين يخلوا الشذوذ أكتر أمر عام، إن أنت تفترض الشذوذ أولا قبل ما تفترض الاستقامة. متخيلين؟ وبعد كده تيجي المرحلة النهائية، إيه؟ إن هو يبقى هو الوحيد المقبول والمستقيم مرفوض، عشان تتخرج أجيال ما تعرفش غير إن الشذوذ هو الحقيقة فقط. نفس اللي عملوه قبل كده في مدى الأقل من 100 سنة فاتت، من ساعة قضية 1925 اللي شرحتها لكم وما بعدها، في تطور الإلحادي، قلة تؤمن بيه لرفضهم الخلق. نفس الموضوع، كانت أقل من 1% في الشذوذ، بقت 1%، بقت 10%، وهم يعتبروا الأساس رغم أنهم أقلية. نفس الموضوع عملوه في التطور الإلحادي، قلة تؤمن بيه لرفضهم للخلق، جعلوه بنفس الطريقة في الجامعات هو الأساسي، والتصميم اللي هو الأساسي خلوه الاستثناء. بعد كده تحول إن هو الحقيقة المثبتة، والمخالف ده مش رأي آخر، لا ده مرفوض وغير علمي. وتخرجت أجيال لا تعرف غير التطور الإلحادي فقط. السيناريو بيتكرر بحذافيره، الشيطان دايما بيكرر نفسه، التاريخ بيكرر نفسه، السيناريو بيتكرر قدامكم. رغم ان الاغلبيه ترفض الشذوذ، هيفرضوا عليها ويكمموا افواهها من الاعلام ويعتبروا ان الاصل الشذوذ والاستقامه هو البديل، وبعد كده الاستقامه تبقى مرفوضه، زي ما كانوا اغلبيه العلماء بيرفضوا التطور وفرضوا عليهم وكمموا افواههم وجعلوا التطور هو الاصل. ده اللي بيعملوه، الشذوذ يبقى الاصل والاستقامة مش بس هيبقى البديل، لا ده هيبقى مرفوض وهيبقى غير قانوني. خلي بالكم، في مرحلة جديدة، سلمة مهمة في تزايد الشذوذ للأسف واللادوكية اللي احنا أصبحنا فيها. جامعة وللأسف يعني تسمى جامعة مسيحية، ولكن أعتقد أن هي أبعد ما تكون أن هي مسيحية، ترفض 2 موظفين لأنهم بيصروا يضعوا تعريفات لأسمائهم في الإيميلات. الجامعة مش عايزة حد يحط تعريفات، مستر ولا ميسز ولا الكلام ده، عايزة كلها تعريفات محايدة عشان الشواذ. شاز صاحب محل كتب شهير غاضب جدا، أصل الشركات الكبيرة ما بتطلعش كتب تعلم الشذوذ كفاية، لا عايز الصغار الشواذ يلاقوا نفسهم كتب تعليم الشذوذ. هذا اللي بيحصل، عايزين هدفهم صغار النفوس. شركة ليفاي تتوسع في خط ملابس الغير محددين الجنس، اللي تبقى مش عارفه ده راجل ولا ست، ويقولوا في إقبال على هذا الموضوع. طب هي موضة انتوا بتفرضوها. شركة ملابس رياضية تختار متحول جنسي عشان يقدم موديلات ملابس السباحة، الصيحة اللي هم ماشيين فيها. شركة أديداس تنضم للأسف للشركات المؤيدة لأجندة الشواذ وتختار راجل شاذ عشان يقدم ملابس السباحة النسائية. على فكرة إعلان أديداس بتعيين هذا الشاذ مكان النساء عشان يقدم المايوهات بتاعة الستات، الإعلانات بتاعتها، يسبب بداية حملة مقاطعة الأديداس. وسؤال مهم قلت قبل كده وقلت تخيلي للإجابة بتاعته، هو ايه اللي دافع كل الشركات ورا بعض وبسرعة وعارفة ان هي ممكن تتقاطع، ان هي مصرة تعين الشواذ في الاعلانات مكان الستات؟ ايه المنظمة الخفية اللي بتنظم ان الشركات دي عارفة كويس ان ممكن يتم مقاطعتها ولكن تمضي قدما مع اجندة الشواذ عشان تحصل على تقييم اعلى؟ زي ما قلت لحضراتكم، انت عارف في الغرب الفلوس بتاعتك اللي بتتحط لك دايما في المعاش اللي يتساب لمعاشك،
RRSP وغيرها من الأساليب المختلفة، الانفستمنت اللي انت بتعمله حتى من مرتبك اللي بيستقطع بدون إرادتك ده، أو انت حتى لما تبتدي تتعامل مع واحد اللي هو البيرسونال اللي هو الفاينانشال ادفايزر، ده فلوسك انت بتتاخد وتتجمع في شركات الاستثمار، شركات صغيرة للمتوسطة للكبيرة، توصل لشركات كبيرة زي جي بي مورجان وديجاردا والكلام، الشركات الكبيرة دي. الشركات الكبيرة دي هي لوبي مع بعض، المجموعات كلهم الاليت الفاينانشال، شواب وبيل جيتس وسوروس وكل الشلة دي كلها، المجموعة الاليت فاينانشال اليت، القادة الاقتصاديين العالميين دول، دول بيحددوا الفلوس دي كلها يتم وضعها في اسهم انهو شركات. فحطوا للشركات الاي سي جي، الانفايرمنت وال اي اس جي، الانفايرمنت والسوشيال جوفرنينج، انه يقيموا الشركات والحكومات بناء على بيأيدوا قد ايه الشواذ وبيأيدوا قد ايه اجنده البيئه. فالشركه زي شركه اديداس ولا غيره، الشركة دي عايزة تاخد سكور أعلى في الـ ESG علشان الشلة الإليت بناء على السكور العالي اللي خدته يوجهوا الفلوس بتاعة الأسهم للي بتقعد كل الناس الطبقة المتوسطة وغيره تروح لهم، فالأسهم بتاعتهم تعلى، فبيغامروا بحملة مقاطعات تهز اقتصادهم شوية صغيرة، لكن ياخدوا ESG سكور أعلى علشان الأسهم بتاعتهم تزيد. شفت ازاي فلوسك بتستخدم غصب عنك وبدون علمك لتأييد الشذوذ وانت مش واخد بالك؟ اللي بيتقطع من مرتبك للمعاش هو ده اللي بيستخدم في نشر أجندة الشذوذ بدون ما انت تدري. طبعا حلها شبه مستحيل، حلها ان البشر يغيروا اسلوب المعاش بتاعهم وما يستثمروش في الشركات دي وفي الأسهم، يستخدموه في حاجات منهم، شراء الذهب، شراء عقارات، وتفر حتى لو حاجات بسيطة. ما انت كده كده لازم الجزء ده يستقطع من مرتبك، او لو انت قطعته من مرتبك بيتخصم من الضرائب. وجهه بطريقة مش بطريقته، بطريقة مختلفة. لكن طبعا الموضوع ده صعب جدا لانه خطط شيطانية تعظمت ازاي استخدام خدعة الاسهم لغاية ما وصلت للـ ESG. للأسف فورد كمان للسيارات تضع على السيارات بتاعتها البيك اب، السيارات عربيات النص نقل عالم الشواذ، وايضا بدات محامله، حمله مناداه بحمله مقاطعه للفورد. طب الشواذ اصلا ما بيركبوش عربيات البيك اب، العربيات النص نقل دي بتاعت الصنايعيه. طب دي يعني بيعملوا اعلان للشواذ ليها ليه؟ شواذ ما يركبوش ده، الشواذ هيروح يشتري عربيه نص نقل، ده بيدور له على عربية الصغنونة اللي اسمها ايه دي، الباج ولا الكلام ده، العربية الريوشة، مش عارف اقول ايه. اجندة وللأسف مستمرة. سلسلة محلات تارجت بعد المقاطعة مصرة ما تعلمتش الدرس تعود مرة اخرى عشان تعرفوا ان في باك اب، في باب خلفي، وتقوم بالدعاية للشذوذ للاطفال عن طريق تيشرتات اطفال وعليها اعلانات للشواذ متعدد الجنس. برضو بدأت محاملة، حملة مقاطعة تارجت مرة أخرى، لأنه بدأ يتوسع في بيع ملابس شواذ للرضاع والأطفال، يعني الرضيع هيبقى شاذ إزاي، والأطفال الصغار عشان يعلموهم شذوذ، وتيشيرتات التحول الجنسي وكتب دراج لتعليم الشذوذ للأطفال. للأسف واشنطن يقيموا عرض في عيد الأم، يجيبوا أمهات يكرموهم، لا يجيبوا دراج كوين الرجالة اللي بتلبس لبس ستات قليل أدب عشان يقوموا بعروض شاذة أمام الأطفال عشان يعلموهم الشذوذ. كارثة، وإنه محكمة في لندن، للأسف تعويج القضاء اللي دايما ربنا يحذر منه، والقضاء برضو أغلبه في الغرب بقى ليبرالي، المحكمة اللي في لندن دي تحكم إنه ممكن يجبروا أطفال 4 سنوات يشاركوا في مهرجانات الشواذ. إيه رأيكم؟ أصبح في لندن مسموح يجبروا الأطفال لمهرجانات الشواذ حتى 4 سنين، هدفهم الأطفال. نشطاء شواذ للتحول الجنسي بدأوا يرسلوا للأطفال، يجيبوا عناوينهم من المدارس ويرسلوا لهم عبوات إزاي يتحولوا جنسيا للأطفال،
وينصحوا بيها نصائح مكتوبة إزاي يخبوا الموضوع عن أولياء أمورهم. تبقى أنت قاعد في البيت ولا عارف بكل اللي بيجرى وراك. مجموعات النشاط الشواذ جابوا عنوان ابنك ولا بنتك الصغننة اللي لسه في ابتدائي، بعتوا لها عبوة تضحك عليها وتغسل مخها إن هي إزاي البنت تتحول تبقى واد، وإزاي إن هي تخبي الموضوع ده منك والولد يتحول يبقى بنت وأنت مش واخد بالك، والمدرسة تساعده بدون ما تقولك، وياخدوه يعملوا له عمليات ويشوهوه بدون ما يقولوا لك، وتفاجأ الولد رجع بنت البيت. إمتى حصل الكلام ده؟ أنت مش مهم، أنت ولي أمر، أنت ولا حاجة. الحكومة قررت كده. أفلام كرتون ترانسفورمرز جديدة يتم الاعتراض عليها على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها بوضوح بتدفع أجندة التحول الجنسي للأطفال. وللأسف اللي مش واخد باله التحول الجنسي ده كمان بقي تجارة بشعة، مش بس خطة شيطانية عشان يدمر الجيل الجديد وزي ما في زمن سدوم وعمورة، ده حتى كمان بقي تجارة مربحة لشركات الأدوية اللي بيبيعوا اللي هي بيوبرتي بلوكر وأدوية منع البلوغ، وبعض الأطباء اللي شغالين جزارين بيقطعوا في الأطفال ويشوهوهم جسديا ونفسيا، وأيضا الإعلام اللي بيكسب من الموضوع ده، وأجندة منظمة شيطانية ضد الأطفال والشباب. خلي بالكم، لازم يكون ليكم دور. الصغار النفوس اللي في أسرتك حافظ عليهم، الأمل الوحيد اللي فاضل أنت، وهتسلم أمام ربنا يعني حساب على الوديعة اللي كانت في ايديك. سبتهم يضحك عليهم من التعليم والحكومة والكلام ده كله والاعلام، ولا كان ليك دور ان انت كنت مصباح في وسط ظلمة الخطيئة دي كلها؟ لينا دور، محتاجين نصلي ونجمع زيت في مصابيحنا عشان نكون مصابيح مضاءة، محتاجين نستعد، محتاجين نتكلم. ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل عشان لما تحصل ما نخافش، وقال لنا قبل ما تحصل عشان لما تحصل نؤمن. في زمن شايفين ازاي بيشككوا في كل نقطة في إيماننا وبيحاربونا وبيتهمونا، احنا أصحاب السلام بيتهمونا بالكراهية، والاستقامة بيؤمنونا بالمرض بيتهمونا بالمرض النفسي، والكلمة الحقيقة الغير متغيرة يتهمونا بالتحريف. دايما الشيطان كده، وربنا قال لنا قبل ما يحصل عشان يحصل ننتبه ونستعد ونقف وتبقى مصابيحنا مضاءة انتظارا للعريس. عريسنا اقترب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبة، استعدوا لاستقبال العريس. أمين. تعالى أيها الرب يسوع، وربنا يبارك حضراتكم جميعا، والمجد لله دائما. آسف كالعادة لو أخطأت بفعل بقول تعبير بمعلومة، أنا إنسان ضعيف بأخطئ، لكن ده لو حصل صدقوني لم يكن عن قصد. ربنا يبارك حضراتكم جميعا ويحافظ عليكم، ورجاء محبة أذكروني في صلاتكم، وما تنسوش صغار النفوس أمانة في إيديكم، هتسلموا عنهم وديعة، هتسلموا عنهم حساب على الوديعة دي. ربنا يحافظ عليكم، ياريت توصلوا الكلام ده لصغار النفوس. ربنا يحافظ عليكم يا رب، ونتقابل الأسبوع الجاي إن شاء الرب وعشت. واسمحوا لي أوقف البرودكاست. ربنا يبارككم.